السلام عليكم. إذا التمرين في النشر والتعميل ديفلوبي و ريدوير لي زيكسبريسيون سويفونت. إذا نبدأ بأول عملية 4x ناقص 8. إذا غنحيد أول حاجة غنحيد الأقواس 4x ناقص 8. إذا لاحظوا هنا أقواس مسبوقة بعلامة ناقص. إذا ملي كتكون عندي أقواس مسبوقة بعلامة ناقص يعني إشارة الحدود اللي كاينة داخل الأقواس كتغير. إذا كانت عندنا 3x غترجع ناقص 3x، كانت عندي ناقص 7 غترجع زائد 7. الأقواس المسبوقة بعلامة زائد الإشارات داخل الحدود ما كتغيرش، إذا غيبقى عندي ناقص 2x زائد 3. دابا غنحاول نجمع لي زيكس. اذا غادي نغير الترتيب ديال الحدود، ولكن خصنا نحافظ على الاشاره ديال كل حد. اذا 4x ناقص 3x ناقص 2x ناقص 8 اعداد المعلومه زائد 7 زائد العدد 3. إذا 4x ناقص 3x كتعطيني 1x. إذا x ناقص 2x ناقص 8 زائد 7 كتعطينا ناقص 1 زائد 3 كتعطينا زائد 2. x ناقص 2x هي ناقص x. إذا ناقص x زائد العدد 2. ب إذا كذلك غادي نحيدو الأقواس. إذا أقواس غير مسبوقة بعلامة ناقص، إذا الإشارة ما كتغيرش. إذا 6x كاري ناقص 5x زائد 7. أقواس مسبوقة بناقص، إذا الإشارة داخل إشارة الحدود خصني نغيرها. إذا عندنا 4x كاري غترجع ناقص 4x كاري ناقص 5x غترجع زائد 5x وناقص 5 غترجع زائد 5. دابا غادي نحاول نجمع الحدود. إذا x كاري غادي نجمع مباشرة 6x كاري ناقص 4x كاري، إذا هي 2x كاري ناقص 5x زائد 5x، إذا هادو عددان متقابلان صفر. إذا زائد 7 زائد 5 زائد 12. سي إذا نفس الفكرة، غنحيد الأقواس ومن بعد نحاول بسطو الكتاب. إذا عندنا ناقص، دائما هنا خصني ننتبه للإشارة ديال ناقص. الأقواس مسبوقة بعلامة ناقص، إذا شنو كندير؟ كنحيد هاد الأقواس وكنحيد هاد الناقص، والإشارة إشارة الحدود كنغيرها. إذا 3x كانت عندي زائد 3x غترجع ناقص 3x كاري ناقص غترجع زائد 5x وزائد غترجع ناقص 2. هنا عندنا زائد، إذا مكيتغير والو، كيبقى لينا زائد 2x كاري ناقص 2x زائد 8. هنا ناقص، إذا الإشارة كتغير، إذا غتولي ناقص 3 زائد 2x ناقص 2x كار. إذا هذا شنو غادي ندير؟ غادي نجمع لي زيكس كاري مع لي زيكس كاري و إكس مع إكس والأعداد المعلومة في بعضياتهم. إذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير إعادة ترتيب الحدود، ولكن في هذه إعادة الترتيب دائما الإشارة الحدود خصني نحافظ عليها. إذا عندنا ناقص 3x كاري زائد 2x كاري ناقص 2x كاري. ندوز دابا لي زيكس. إذا 5x العدد اللي كتبته ما نعاودش نكتبه، ناقص 2x زائد 2x. إذا بقى لي دابا أعداد المعلومة ناقص 2 زائد 8 ناقص 3. إذا دابا نبسطو هاد الكتابة. لاحظوا معايا هنا عندنا
جوج إكس كاري ناقص جوج إكس كاري، هادو عددان متقابلان دو نومبغ أوبوزي، المجموع ديالهم صفر، إذا هادو كيعطيونا صفر، كيبقى لينا ناقص ثلاثة إكس كاري. كذلك هنا عندنا ناقص جوج إكس زائد جوج إكس، عددان متقابلان كيعطيوني صفر، إذا كيبقى لي زائد خمسة إكس. ناقص جوج زائد تمنية كتعطيني ستة، ستة ناقص ثلاثة ثلاثة.